السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم هو حل تمارين رياضيات الصف الثاني المتوسط، استعمال ترتيب العمليات على الأعداد النسبية. بعد ما شرحنا الدرس راح نحل تمارين تأكد من فهمك. صفحة 8، استعمل جمع وطرح الأعداد النسبية لتكتب كل مقدار بأبسط صورة. النقطة الأولى، 1/5 ناقص 2/7 زائد 3/5. أول شيء أباوع على العمليات الحسابية، شن عندي؟ عندي طرح وعندي جمع. في الجمع والطرح لازم أوحد المقامات، لازم تكون المقامات متساوية. هنا عندي المقامات مختلفة، فهنا أحلل حتى أوحد المقام. زين، هنا عندنا 5 و7 و5، بين 7 و5 المضاعف المشترك اللي بيناتهم هو 35. 35 يعني من أحلل هنا 5 و7 أحللهم، لأن هذه 5 هي نفسها، أحلل 5 و7. طبعا إحنا من نحلل عدد إلى الأعداد الأولية اللي هي 2، يا أما تحللوا على 2 أو على 3 أو على 5 أو على 7 أو 11 13، يعني العدد يكون أولي. أول شيء أحلل على 5، هذه 7 تنزل، 5 كم مرة بها؟ 5 بها 1. هسه على 7، 7 كم مرة بها؟ 7 بها 1 1. اذا هنا شنو عندنا؟ 7 في 5 هو 35. المقام الجديد راح يكون هو 35. هنا عندنا المقام الجديد هو 35. هاي ال 35 اقسمها على 5 واقسمها على 7 واقسمها على 5. طبعا الخمسة شنو تصير 35؟ يعني 35 اقسمها على 5 بها 7. زين، وهذه 7 كذلك اضربها بالواحد. صار واضح؟ هنا عندنا 35 تقسيم 5، العفو، تقسيم 7 بها 5، والخمسة كذلك اضربها بالبسط. هنا عندنا 35 على 5، هنا بها 7، وهنا كذلك اضرب في 7. هنا سويت اقواس، يعني شنو راح اضرب؟ 1 في 7 7، شنو هنا عندي؟ ناقص. 2 في 5 هو 10، هنا شنو عندي؟ زائد. 7 في 3 هو 21. صار واضح ويساوي؟ هنا عندنا المقام هو 35. 7 ناقص 10، إشارات مختلفة، إشارة الأكبر وأطرح. طبعا الأكبر العشرة إشارتها سالب، فراح أقول هنا سالب، أطرح 10 ناقص 7 هو 3. يعني هنا 7 عدد صغير، أطرح من عدها عدد كبير، يصير ما يصير في الناتج راح يكون بالسالب. صار واضح؟ يعني إذا عدد صغير أطرح من عنده عدد كبير، هنا الناتج يكون بالسالب، وأقلبها أقول 10 ناقص 7، 10 ناقص 7 هو 3 والإشارة سالب، زائد هنا أقول زائد 21 يساوي 35. يبقى المقام هنا عندنا جمع والإشارات مختلفة، أخذ إشارة الأكبر وأطرح. من الأكبر؟ الأكبر 21، إشارتها موجب، أطرح 21 ناقص 3 هو 18. إذن الناتج النهائي هو 18 على 35. انتهى حل النقطة الأولى. هنا عندنا النقطة الثانية، 4 عدد صحيح و1 على 3 زائد 3 عدد صحيح و2 على 5 ناقص 8 على 15. اول شيء ناشي عندنا، عندنا اعداد صحيحة لازم اتخلص من العدد الصحيح. هنا اضرب وهنا اجمع، هنا كذلك اضرب وهنا جمع. 4 3 في 4 12 زائد 1 13، راح يصير هنا عندنا 13 على 3 زائد 5 في 3 15، 5 في 3 15 زائد 2 17، فراح يصير هنا عندنا 17. هنا راح يصير 17 على 5. زين، ناقص هنا عندنا 8 على 15 تنزل، هنا نزلت 8 على 15. زين، هسه هنا شنو عندنا؟ اول شيء اباوع على العمليات الحسابيه، شنو عندي انا؟ هنا عندي جمع وهنا عندي طرح، فلازم اوحد مقامات. هنا عندنا المقامات مختلفة، 15 و5 و3، المضاعف المشترك اللي بيناتهم هو 15. شلون عرفت؟
ال 15 موجودة في جدول ضرب الخمسة وموجودة في جدول ضرب الثلاثة. إذا ما تعرفون تحللون. هنا عندنا 3 و5 و15. على 3 هذه بها 1، على 5 هنا نقول على 5. هذه 3 تنزل وهذه بها 1، و15 كم مرة بها 5؟ بها 3. هسه على 3 هذه بها 1 وهذه بها 1 وهذه بها 1. هنا 5. 5 في 3 هو 15، إذا المضاعف المشترك اللي بيناتهم هو 15. زين، هنا أقول يساوي، هنا عندنا المقام الجديد هو 15. زين، 15 تقسيم 3 به 5، يعني هنا راح أضرب فيه 5 وهنا أنا أضرب فيه 5. 15 تقسيم 5 به 3، يعني هنا راح أضرب فيه 3 وهنا راح أضرب فيه 3. وهذا 15 كم ربيع 15 بها 1، وهنا كذلك أضرب الواحد وهنا 1. راح يبقى 8 على 15 نفسه. زين، هسه قول 13 في 5، 5 في 3 15، 5 1 إعادة تسمية، 5 في 1 5 1 6، راح يصير هنا 65 زائد هذه أنزلها. هسه قول 3 في 17، 3 في 7 21، 1 و2 إعادة تسمية، 3 في 1 3 و2 5، راح يصير 51 ناقص هذه أنزلها. هنا عندنا هاي الثمانية تنزل، صار واضح؟ ويساوي هنا عندنا 15. هسه أقول 65 زائد 51، هنا أنا طبعا راح أجمع 5 و1 هو 6، وهنا 6 و5 هو 11 ناقص 8، ويساوي هنا يساوي 15. هسه اطرح 116 ناقص 8، هنا نقول 116 ناقص 8، هنا 6 ناقص 8 ما يصير، ناخذ من الواحد راح يصير 0 وهذا راح يصير 16، هنا عندنا 8 0 1، يعني راح يصير هنا 108. 108 على 15، 108 على 15 هو الناتج النهائي، صار واضح؟ هذا حل النقطة الثانية. هنا عندنا النقطة 3، 2 على 9 ناقص 1 عدد صحيح و1 على 8 زائد 4 على 3 ناقص 5 على 4. هنا أنا ما دام عندي عدد صحيح فأول شيء أتخلص من العدد الصحيح. هنا أقول يساوي 2 على 9 تنزل ناقص، هنا أقول 8 في 1 8 زائد 1 9، يعني راح يصير هنا عندنا 9 على 8 زائد هذه هنا تنزل عندنا 4 على 3 ناقص 5 على 4. هنا عندنا طرح وجمع وطرح، فهنا عندنا المقامات مختلفة لازم أوحد المقامات. هنا راح أستعمل طريقة التحليل، هنا عندنا 9 و8 و3 و4، هذه أحللهم. أول شيء أحلل على الاثنين، 9 ما تقبل قسمة على 2 تنزل، 8 كم مرة بها 2 بها 4، 3 تنزل، 4 كم مرة بها 2 بها 2 هسه كذلك على 2، 9 تنزل، 4 كم مرة بها 2 بها 2، 3 تنزل، 2 كم مرة بها 2 بها 1 هسه كذلك على 2، هذه 9 تنزل، 2 كم مرة بها 2 بها 1 وهنا عندنا 3 1 هسه على 3، 9 كم مرة بها 3 بها 3 هذا الواحد ينزل، 3 كم مرة بها 3 بها 1 1 هسه كذلك على 3 واحد 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 واحد. زين، هسه أضرب 2 في 2 4، 4 في 2 8، 8 في 3 24، 24 في 3 24 في 3 هنا عندنا 12، هنا عندنا 6 و 1 7 72. إذن هنا عندنا المقام الجديد هو 72. 72 زين، 72 أقسمها على 9، إيش قد بيها؟ بيها 8، إذن كذلك هنا أضرب في 8، 2 في 8 هو 16، هنا شنو عندنا ناقص؟ هنا على 8، أوضحها على 8 وهنا كذلك على 8، زين، هنا عندنا 72 أقسمها على 8 بيها 9، طبعاً هي 9 في 8 هي 72، هنا كذلك أضرب في 9. 9 في 9 هو 81،
هنا عندي زائد 72 أقسمها على 3 بها 24. 24 تقسمون على صفحة راح يطلع 24، فهذه 24 كذلك أضربها بالأربعة. هنا عندنا 4 في 4 16 6 1 4 في 2 8 1 9. شنو هنا عندي طرح؟ أنزل الطرح 72 أقسمها على 4 بها 18، تقسمون راح يطلع 18، وهال 18 كذلك أضربها بالخمسة. الخمسة في 18 5 في 8 40 0 0 و 4 إعادة تسمية، 5 في 1 5 و 4 9، فراح يصير هنا عندنا 90. صار واضح ويساوي هنا عندنا 72 تنزل. هسه أقول 16 ناقص 81، طبعا ال 16 أصغر من ال 81 والإشارة سالب، الإشارة هنا من النقص راح يصير سالب، راح أقلبها راح أقول 81 ناقص 16. أو شو تقولون؟ تقولون 16 موجب وال 81 سالب، إشارات مختلفة، أنزل إشارة الأكبر وأطرح الأكبر، ال 81 إشارتها سالب فنزل إشارة السالب وأطرح 81 ناقص 16. 81 ناقص 16، 1 ناقص 6 ما يصير، هنا ناخذ من 8 يصير 7، وهذا راح يصير 11. 11 ناقص 6 5، و 7 ناقص 1 هو 6، فراح يصير هنا سالب 65 زائد هنا عندنا 96 ناقص 90 هو 6 ويساوي هنا عندنا 72 تنزل. هسه كذلك عندي جمع والإشارات مختلفة، آخذ إشارة الأكبر والأطرح، آخذ إشارة الأكبر وأطرح، الأكبر هي 65 أخذ إشارتها سالب وأطرح، هنا أنا أقول 65 ناقص 6، 65 65 ناقص 6، 5 ناقص 6 ما يصير، هنا نأخذ من 6 يصير 5، وهذا يصير 15، 15 ناقص 6 هي 9 والخمسة تنزل، إذن راح يصير هنا 59. الناتج النهائي هو سالب 59 على 72. هذا حل النقطة الثالثة. النقطة الرابعة هنا عندنا 6 على 5 زائد 9 على 2 ناقص 3 على 8 زائد 7 على 15. بما أنه هنا عندنا العمليات الحسابية هي جمع وطرح، فلازم أوحد المقامات. هنا راح أحلل، هنا عندنا الخمسة والثنين والثمانية والخمستعش. أول شيء على اثنين، هنا عندنا خمسة، اثنين كمرة بها اثنين بها واحد، ثمانية كمرة بها اثنين بها أربعة، هاي الخمستعش تنزل. زين، هاي فاصلة. زين، هسه هنا على اثنين هذه الخمسة تنزل، وهذا الواحد ينزل، أربعة كمرة بها اثنين بها اثنين، وهاي الخمستعش تنزل على اثنين. هنا الخمسة تنزل وهذا الواحد ينزل، اثنين كمرة بها اثنين بها واحد وخمستعش. هسة على خمسة، هذا بها واحد واحد واحد، خمستعش قسمة على خمسة بها ثلاثة، هنا على ثلاثة واحد واحد واحد، وهنا عندنا ثلاثة قسمها على ثلاثة بها واحد. إذا هنا نقول اثنين في اثنين أربعة، أربعة في اثنين ثمانية، ثمانية في خمسة أربعين، أربعين في ثلاثة، أربعين في ثلاثة صفر 12 120. إذا المقام الجديد هو 120. هنا أقول يساوي المقام هو 120. هاي 120 قسمها على 6 وقسمها على 2 وقسمها على 8 وقسمها على 15. أنتم تحلون يعني على كيفكم. هنا عندنا 120 أقسمها على 5. إيش قد بيها؟ هنا أقسم 120 تقسيم 5 بها 2. هنا عندنا 10 أطرح يبقى 2، نزل الصفر صارت 20 على 5 بها 4. هنا عندنا 20 0 0، إذا هنا ايش قد عندنا؟ 24. يعني راح أضربها في 24 وهنا كذلك أضرب في 24. صار واضح؟ طبعا هذه القسمة بعد أنتم تعرفونها. زين، هنا عندنا 24 في 6، 6 في 4 24، 4 و2 إعادة تسمية، 6 في 2
12 و2 12 13 14 اذا 144 زائد هاي 120 اقسمها على 2 هنا في 60 يعني بها 60 هنا راح اضربها في 60 وهنا كذلك اضرب في 60 واذا ما تعرفون تقسمون قسمه طويله راح يطلع 60 لان هذا الصفر ينزل 6 في 2 12 فراح يصير 2 في 60 هو 120 هسه اضرب ال 60 في 9 انزل الصفر و9 في 6 هو 54 54 ناقص هسه هاي 120 اقسمها على 8 هنا انا اقسم 120 اقسمها على 8 هنا عندنا بيها 1 1 في 8 8 هسه اطرح هنا اقول 12 انقصها 8 بها 4 وهذا الصفر ينزل صارت 40 40 هنا على 5 5 في 8 هو 40 واطرح 0 0 اذا هنا عندنا بها 15 يعني راح اضربها في 15 وهنا كذلك اضرب العفو في 15 زين 3 في 15 3 في 5 3 في 15 هو 45 زائد هذه ننزلها زين 120 اقسمها على 15 هنا نقسم يعني ضربت ال 15 في 8 اذا 2 ال 15 كذلك اضربها في 8 وهنا كذلك راح اضرب في 8 7 في 8 هو 56 صار واضح هسه راح اجمع واطرح من اليسار الى اليمين هنا اقول يساوي 120 ينزل مقام هنا اقول 144 زائد 540 0 و4 4 و4 و4 8 و5 و1 هو 6 فراح يصير هنا 684 هنا عندنا اشارات مختلفه اخذ اشاره الاكبر واطرح يعني اطرح ال 56 اطرح من عندها 45 ال 56 اطرح من عندها ال 45 هنا اقول 56 ناقص 45 هنا بها 1 وهذا بها 1 بها 11 طبعا إشارة الأكبر الأكبر ال 56 إذن إشارة موجب فأقول هنا زائد 11 صار واضح؟ ويساوي هنا 120 تنزل أجمع 1 و 4 هو 5 1 و 8 هو 9 وهنا عندنا هذه 6 تنزل إذن الناتج النهائي هو 695 على 120 هذا هو الناتج النهائي 695 على 120 صار واضح؟ هذا حل النقطة الرابعة هنا عندنا النقطة الخامسة عندنا هنا أعداد عشرية 9.14 ناقص 6.7 زائد 2.5 هنا شنو عندي؟ عندي طرح وعندي جمع فراح أبدأ من اليسار إلى اليمين يعني أول مرة أطرح وبعدين يلا أجمع هنا أقول 9.14 ناقص هنا 6.7 هسه راح هنا اطرح 4 ناقص 7 ما يصير هنا ناخذ من الواحد راح يصير 0 وهذه ال 4 تصير 14 14 ناقص 7 هي 7 0 ناقص 0 0 وهنا عندنا هذا البوينت ينزل و9 ناقص 6 هو 3 فراح يصير هنا عندنا 3 عدد صحيح و7% زين زائد هنا هذا الناتج راح هنا خليني اكتبه حتى تصير اوضح هنا صار ناتج الطرح 3 عدد صحيح و7% زائد انزل هنا عندنا 2.5 هسه راح اجمع هنا اجمعها 2.5 هنا شنو عندي عندي نقصت مرتبه فاضيف صفر في الجمع والطرح الكسور العشريه هنا اذا نقصت مراتب اضيف صفر هنا 7 زائد 0 هو 7 و 0 و 5 هو 5 عندنا هذه البوينت انزله و 3 و 2 هو 5 اذا الناتج النهائي هو 5 عدد صحيح و 57 جزء من ال 100 هو الناتج النهائي صار واضح هذا بالنسبه لحل النقطه الخامسه وصلنا الى النقطة السادسة هنا عندنا 1.12 زائد 0.82 ناقص 0.2 زائد 4.2 بالالف زين هنا شنو عندنا عندنا جمع وهنا عندنا طرح وهنا عندنا جمع فراح ابدا من اليسار الى اليمين
او تخلون هنا بين اقواس الجمع وهنا بين اقواس اول مره تجمعون وبعدين تطرحون نفس الشيء. زين هسه راح اجمع هنا عندنا 1.12 زائد هنا عندنا 0.82 راح اجمعهم. زين هنا عندنا 2 + 2 هو 4 و1 + 8 هو 9 هذا البوينت ينزل 1 + 0 هو 1. هنا شنو صار عندنا؟ صار عندنا 1 هنا اقول يساوي ناتج الجمع هو 1.94. زين هسه هنا اقول ناقص هنا ناقص 0. هنا عندنا 2 هسه راح اطرح هنا اقول 1.94 ناقص 0.2%. زين 4 - 2 = 2 9 - 0 = 9 هذا البوينت ينزل 1 - 0 = 1. اذا هنا ايش قد طلع لنا ناتج الطرح؟ ناتج الطرح هو 1.92 92. هسه وصلت للجمع هنا راح اجمع اقول 4.2 بالالف ويساوي هسه هنا أنا راح اجمع 4 + 1 هو 5 هذا البوينت ينزل 0 و9 هو 9 و2 و0 هو 2 وهذا الثنين ينزل. اذا الناتج النهائي هو 5.922 جزء من الالف. صار واضح؟ هذا بالنسبه لحال النقطه السادسه. تبدون من اليسار الى اليمين. هنا عندنا النقطه السابعه. هنا شنو عندنا؟ العمليات الحسابيه هي ضرب وقسمه. فاول شيء هنا اتخلص من العدد الصحيح 1 × 3 = 3 + 1 = 4 فراح يصير هنا 4/3 في هنا. طبعا هذا القوس المن مخلينا حتى يفصلون الاشاره، يعني هنا عندنا ضرب وهنا اشاره السالب حتى يفصلونها خلوها بين اقواس. فهنا اقول 6 × -2 هو -12 زائد 5 = 17 والاشاره سالب، يعني -17 هنا على 6 تقسيم هنا 9 × 2 = 18 و4 = 18 19 20 21 22. هنا عندنا ضرب وهنا عندنا جمع. زين 18 قلنا و4 هو 22 على 9. زين هسه اتخلصت من العدد الصحيح. هنا عندنا راح ابدا من اليسار الى اليمين، بس هنا شنو عندنا؟ عندنا القسمة راح اقلبها الى ضرب حتى بعدين اختصر الثلاث كسور سوا. يعني هنا عندنا 4/3 في هنا عندنا -17/6 هنا راح اقلب العملية الى ضرب ومقلوب الكسر الثاني. هنا القسمة شلون نحلها؟ نقلبها الى ضرب ومقلوب الكسر الثاني راح يصير 9/22. هسه بما انه صار عندي ضرب فأقدر أختصر بين البسط والمقام. هنا على 2 بين الستة وبين الأربعة هنا أقسم على 2، هذه بيها 2 وهذه بيها 3. هسه هنا بين الثلاثة وبين التسعة هذه بيها 1 وهذه بيها 3. بين الثلاثة وبين الثلاثة كذلك هذه بيها 1 وهذه بيها 1. بين هنا عندنا 22 و2 هذه بيها 1 وهذه بها 11. صار واضح؟ هسه بعد ما عندي اختصارات فراح اضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام. هنا 1 × -7 هو -7 في 1 هو العفو -17 هنا اقول 1 × 1 = 1 في 11 هو 11. اذا الناتج النهائي هو -17/11. وصلنا الى النقطة 9. هنا عندنا 6.1 × 3.25 تقسيم -0.25 فهنا عندنا ضرب وهنا عندنا قسمة. أول مرة أضرب وبعدين أقسم. إحنا عرفنا شلون نضرب، نرفع الفاصلة ونضرب وبعدين نرجع الفاصلة. يعني هنا راح يصير 325 × 61. زين هسه أضرب 1 × 5 = 5 1 × 2 = 2 1 × 3 = 3 انزل 0 6 × 5 = 30 0 و3 6 × 2 = 12 و3 = 15 6 × 3 = 18 و1 = 19. هسه اجمع
خمسة زائد صفر خمسة، واثنين زائد صفر هو اثنين، ثلاثة زائد خمسة هو ثمانية، وتسعة واحد. فهنا راح يصير الناتج 19 ناعدنا 825. هسه أحسب كم مرتبة بعد الفاصلة بالنسبة للعددين، ناعدنا واحد اثنين ثلاثة، فأحسب ثلاثة مرات بوضع الفاصلة، واحد اثنين ثلاثة، إذن هنا راح أخلي الفاصلة. هسه هنا طلعنا ناتج الضرب، تقسيم هنا عندنا سالب صفر بوينت 25. زين، هنا شلون راح أقسم؟ مثل ما تلاحظون هنا عندنا المقسوم عليه هو كسر، فأنا هنا لازم أحوله إلى عدد صحيح. هنا أضربه في شقد؟ أضربه في 100. ليش؟ لأن من راح أضربه في 100 هاي الفاصلة راح تتحرك إلى جهة اليمين، فراح يصير 25. هنا راح يصير 25، صار واضح؟ زين، هنا كذلك أضرب في 100 هذا العدد، كذلك أضربه في 100، فراح تتحرك هذه الفاصلة مرتبتين، يعني راح يصير هنا عندنا الفاصلة، صار واضح؟ زين، هسه راح أقسم قسمة طويلة. هنا عندنا المقسوم عليه هو صار 25، لأن حركنا الفاصلة العشرية هنا، فهذه الفاصلة بعد ما إلها قيمة هي والصفر، فراح يصير بس 25. زين، 25 تقسيم هنا عندنا 19.82.5، هنا تحركت الفاصلة العشرية مرتبتين لأن ضربناها في 100 وهذا ضربناه في 100. زين، هسه أقسم. هنا عندنا مرتبتين، أخذ مرتبتين، 19 كم مرة بيها؟ 25 طبعاً ما بيها، فأخذ ثلاثة مراتب، 198 كم مرة بيها 25؟ نقول بيها 7. 7 في 5 35. زين، 7 في 2 14 و 3 17. هسه أطرح. زين، 8 ناقص 5 بيها 3، 9 ناقص 7 بيها 2، لمن وصلت؟ وصلت للثنين، أنزل الثنين. 232 كم مرة بيها 25؟ بيها 9. فهنا هسه أقول 9 في 5 هو 45. زين، 9 في 2 18، و 4 18 19 20 21 22 22. هسه أطرح. 2 ناقص 5 ما يصير، ناخذ من 3 راح يصير 2، و 2 راح يصير 12. 12 ناقص 5 بيها 7. وهنا عندنا 2 ناقص 2 0، 2 ناقص 2 0. إذا ايش قد بقى هنا؟ بقى عندنا 7. وصلنا لمن؟ للبوينت، أصعد البوينت وأنزل الخمسة، صارت 75 كم مرة بيها 25؟ بيها 3. 3 في 25 هو 75. أطرح 0 0. إذا هنا عندنا الناتج النهائي هو 79 عدد صحيح بوينت 3. هذا هو الناتج النهائي، صار واضح؟ طبعا والإشارة لا تنسونها، لأن هنا عندنا سالب، حيصير سالب، سالب 79 عدد صحيح وثلاثة بالعشرة. زين، هسه وصلنا إلى نقطة 10. هنا عندنا 0.81 تقسيم 0.9 في سالب 0 تقسيم 5. زين، هنا المن الأولوية للعفو للقسمه، لأن أول مرة قسمه وبعدين ضرب. هنا من نريد نقسم، مثل ما تلاحظون هنا عندنا المقسوم عليه كسر، فهنا لازم أحوله إلى عدد صحيح. طبعاً هنا أنقل الفاصلة العشرية مرتبة واحدة، يعني أضربها في 10، وهنا كذلك راح أضرب في 10. أو هنا رأساً تقولون هنا عندنا 81 أقسمه على 9، هو 9، هو 9. هنا عندنا كم مرتبة بعد الفاصلة؟ هنا من راح نحولها، من راح نضربها في 10، راح يصير هنا عندنا 8.1، فهنا مرتبة واحدة بعد الفاصلة، فهنا نخلي فاصلة وصفر على الصحيح، صار واضح؟ هنا أعيد هاي الملاحظة. هنا من نقسم المقسوم عليه هو كسر، فلازم يكون المقسوم عليه عدد صحيح. بما أنه هذه مرتبة واحدة هنا، فراح أضربها في 10، راح أضربها في 10 حتى تتحرك الفاصلة العشرية مرتبة واحدة، يعني هنا راح يصير الفاصلة العشرية، فراح يبقى 9. هنا كذلك نضربها في 10، هذا العدد كذلك نضربه في 10، فراح تتحرك هذه الفاصلة العشرية مرتبة واحدة، فراح يصير 8.1، صار واضح؟ من نقسم قسمة طويلة ونرجع الفاصلة راح يصير 0.9. زين، في هنا عندنا سالب 0.5%. زين، هنا عندنا ضرب، أول مرة أرفع الفاصلة أضرب وبعدين أرجع الفاصلة،
هنا عندنا الإشارات مختلفة، إشارة الناتج تكون سالب. واضرب 9 في 5 هو 45. كم مرتبة بعد الفاصلة؟ أحسب العددين 1 2 3، فأحسب 3 مراتب. 1 2 أحتاج الثالث، أضيف 0 وأضع البوينت و0، فراح يصير هنا سالب 0 عدد صحيح و45 جزء من الألف. صار واضح؟ هذا هو الناتج النهائي. هنا 3 مراتب، أحسب 3 مراتب بما أنه هذه مرتبتين، فأضيف 0 من عندي حتى صير 3 مراتب وأضع الفاصلة. هنا عندنا نقطة 11، سالب 2 على 5 في 15 على سالب 6 زائد 1 على 3 في 12 على 5. يعني هنا عندي ضرب وهنا عندي ضرب وهنا عندي جمع. الأولوية لمن؟ الأولوية للضرب، فأخليها بين أقواس. هنا أخليها بين أقواس حتى أول مرة أضرب وبعدين يلا أجمع. هنا عندنا ضرب، فأشوف إذا أكو اختصارات بين البسط والمقام. هنا عندنا على 5 هذه بيها 1 وهذه بيها 3. هنا عندنا بين 2 و6، طبعا هذه سالب وهي السالب يروح، فهنا على 2 هذه بيها 1 وهذه بيها 3. إذا هنا عندنا القوس راح يصير أضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام. 1 في 3 3، 1 في 3 3 زين، زائد طبعا هاي 3 على 3 هو 1، هذه زائد أنزلها. زين هنا أشوف إذا أكو اختصارات بين البسط والمقام. هنا على 3 هاي بيها 1 وهذه بيها 4. هنا بعد ما عندي اختصارات أضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام. 1 في 4 4، 1 في 5 هو 5. إذا هنا شنو صار عندي؟ صار عندي جمع. فهنا عندنا 3 على 3 هو 1، يعني هنا ايش راح يصير؟ راح يصير 1 زائد هنا 4 على 5. زين هنا عندنا هذا 1، أقدر هنا أخلي مقامه 1 حتى هنا، لأن هنا عندي كسر، فهنا حتى أجمع أجعل مقامه 1. هسه هنا شنو صار عندي؟ صار عندي جمع، والإشارة العفو المقامات مختلفة، لازم أوحد المقامات. فهاي الواحد شلون أسويها؟ 5 أضربها في 5 وهنا كذلك أضرب في 5. هنا إيش راح يصير؟ راح يصير هنا 5 على 5 زائد 4 على 5 ويساوي. هسه هنا المقام صار متساوي اللي هو 5، أجمع 5 زائد 4 هو 9. إذا الناتج النهائي هو 9 على 5. هنا عندنا نقطة 12، هنا مثل ما تلاحظون هنا عندنا قسمة وهنا قسمة وهنا طرح، فالأولوية لمن؟ الأولوية للقسمة، فأخليها بين أقواس. هنا راح أخليها بين أقواس، راح أحل القسمة وبعدين أطرح. هنا القسمة أحولها إلى ضرب، الكسر الأول أنزله كما هو. زين أقلب العملية إلى ضرب، ومقلوب الكسر الثاني راح يصير هنا عندنا 39 على سالب 16. صار واضح؟ ناقص هذه الناقص ننزلها. هسه هنا كذلك طبعا هاي خليها بين أقواس لأن إلها أولوية، الضرب تسبق الطرح فإلها أولوية، خليها بين أقواس. هسه هنا كذلك هذه القسمة أحولها إلى ضرب، هنا عندنا 7 على 15 تنزل، أقلب العملية إلى ضرب ومقلوب الكسر الثاني راح يصير هنا عندنا 10 على سالب 21. زين هسه عندنا ضرب، فأشوف إذا أكو اختصارات بين البسط والمقام. هنا عندنا بين 8 وبين 16 أكو اختصارات على 8، هذه بيها 1 وهذه بيها 2 والإشارة سالب سالب 2. زين بين 13 وبين 39 على 13 هذه بيها 1 وهذه بيها 3، وهنا تقسمون 13 تقسمونها على 39 راح يصير 3 بيها 3. زين هنا أضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام. 1 في 3 3، وهنا عندنا 1 في سالب 2، 1 في 2 هو 2. هذه السالب تقدرون تخلونها بالبسط، يعني هنا راح يصير سالب 3 على 9 نفس الشيء، يعني خذا خليته هنا أو خليته هنا أو خليته سالب بالنص، فهنا نفس الشيء. زين ناقص هذه الناقص ننزلها. هسه هنا راح نختصر هذا القوس، هنا على 7 هذه بها 1 وهذه بها 3 والإشارة هنا عندنا سالب. هنا بين 15 وبين 10 اثنيناتهم تقبل قسمة على 5، هذه بها 2 وهذه بها 3. زين أضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام. هنا نقول 1 في 2 هو 2. زين 3 في سالب 3 هو سالب 9، سالب 9
زين هنا أنا بس لاحظوا على هنا عندنا السالب ويا هذا السالب راح يصير موجب، اذا هنا عندنا الاشاره راح تكون موجب، يعني هذا السالب راح يروح. ليش راح نضربه بهذا السالب؟ السالب بالسالب هو موجب. زين هسه هنا شنو عندنا؟ صار عندنا جمع والمقامات مختلفه، لازم اوحد المقامات. فهنا عندنا المضاعف المشترك اللي بيناتهم هو ال 18 بين التسعة وبين الأضرب 9 في 2 هو 18، إذا هنا عندنا المقام هو 18. زين 18 أقسم على 2 بيها 9، إذا هنا كذلك أضرب على 9. هنا 18 أقسم على 9 بيها 2، وهنا كذلك أضرب في 2. سالب 3 في 9 هو سالب 27 زائد هنا 2 في 2 هو 4 ويساوي هنا عندنا 18. هنا عندنا جمع والإشارات مختلفة، أخذ إشارة الأكبر وأطرح، الأكبر هو السالب، أطرح 27 ناقص 4 هو 23، فراح يصير هنا عندنا سالب 23 على 18 هو الناتج النهائي. هنا عندنا نقطة 13، هنا عندنا قسمة وضرب وجمع، فهنا راح أبدأ من اليسار إلى اليمين لأن الأولوية للقسمة والضرب. هنا عندنا قسمة فحولها إلى ضرب، 2 على 9 تنزل في هذه، أقلبها إلى ضرب ومقلوب الكسر الثاني، راح يصير هنا عندنا 27 على 4 في هنا راح يصير 1 على سالب 4 زائد أنزل الكسر الأخير هو 7 على 16. هسه هنا شنو صار عندي؟ صار عندي هذه كلها ضرب، فأختصر هذه الكسور. هنا عندنا بين الاثنين والأربعة هذه بها 1 وهذه بها 2، هنا عندنا 9 وال 27 هذه بها 1 وهذه بها 3، صار واضح؟ زين هنا بعد ما عندي اختصارات، هسه اضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام. 1 في 3 3 في 1 1 في 3 3 في 1 هو 3، 1 في 2 2 في سالب 4 هنا راح يصير سالب 8. هسه صار هنا عندنا زائد، انزل هذا الكسر هو 7 على 16. هسه صار عندي جمع، هنا عندنا المقامات مختلفة فلازم اوحد المقامات. طبعا هذا السالب اقدر هنا اصعد اللي فوق، هنا اقدر اصعد اللي فوق، يعني راح يصير سالب 3 على 8، حتى الطريق الخطوة الأخيرة تصير سهلة عليه. فهسه هنا عندنا جمع المقامات مختلفة اوحد المقامات، هذه ال 16 هنا من مضاعفات الثمانية، فهاي الثمانية أقدر أسويها 16، يعني هنا عندنا المقام الجديد هو 16، فهذه 16 أقسمها على 8 بها 2، هنا أضربها في 2 وهنا كذلك راح أضرب في 2، صار واضح؟ وهذه 16 كم ربيع 16 بها 1، فهذا الكسر يبقى نفسه لأن 16 في 1 16 و7 في 1 هو 7. زين هسه هنا عندنا سالب 3 في 2 راح يصير هنا عندنا سالب 6 زائد 7 ويساوي هنا عندنا 16. إشارات مختلفة، أخذ إشارة الأكبر وأطرح، الأكبر هي 7 وموجب، إذا راح أطرح 7 ناقص 6 هو 1 والناتج هو 1 على 16. هنا عندنا نقطة 14، هنا عندي طرح وضرب وقسمة، طبعا الضرب والقسمة تسبق عملية الطرح، فهذا الكسر الأول أنزله كما هو اللي هو 12 على 7 ناقص. زين هسه هنا أنا راح ابدا بالضرب والقسمه من اليسار الى اليمين. هنا أنا راح اخليها بين اقواس لان لها اولويه، فهنا أنا راح يصير سالب 2 على 17 في على سالب 5، هنا راح اقلب العمليه الى ضرب ومقلوب الكسر الثاني، راح يصير هنا عندنا هنا 15 على 8، راح اقلب هذا الكسر 15 على 8. زين هسه عندنا هذا الكسر الأول النزلة كما هو اللي هو 12 على 7 ناقص. هسه راح أشوف الاختصارات في هذا القوس. هنا عندنا أول شيء طبعا السالب ويا السالب يروح. زين هنا عندنا بين الخمسة وبين الخمسطعش على 5 هذه بها 1 وهذه بها 3، بين الثمانية وبين الأربعة وثلاثين طبعا اثنيناتهم أعداد زوجية تقبل القسمة على 2، فهنا الثمانية كمرة بها 2 بها 4، وهنا عندنا 34 كمرة بها 2، عندنا هذه بها 1 راح يزود 1 راح يصير 14 بها 7. زين هسه بين 17 و17 هذه بها 1 وهذه بها 1. زين
هنا عندنا بين الاثنين وبين الأربعة، هذه بيها واحد وهذه بيها اثنين. هسه هنا أنا راح أضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام. هنا واحد في واحد واحد في ثلاثة ثلاثة، وهنا عندنا واحد في واحد واحد في اثنين اثنين. صار واضح؟ هسه هنا صار عندي طرح المقامات مختلفة، فلازم أوحد المقامات. هنا عندنا المضاعف المشترك هو 14، فهاي 14 أقسمها على 7 بيها 2، هنا بيها 2، فهنا كذلك أضرب في 2، 2 في هنا عندنا 12 راح يصير 24، ناقص 14 أقسمها على 2 بيها 7، هنا كذلك أضرب على 7، هنا راح يصير 21، 3 في 7 هو 21 ويساوي 14، ينزل 24 ناقص 21 هو 3، إذا الناتج النهائي هو 3 على 14. هنا عندنا نقطة 15، هنا عندنا بوينتات، هنا عندنا ضرب وهنا عندنا ضرب وهنا عندنا طرح. طبعا الأولوية للضرب، فهنا نخليها بين أقواس، أول مرة أضرب وبعدين أطرح. هنا راح أضرب هذا القوس، هنا أرفع الفاصلة أضرب وبعدين أرجع الفاصلة، يعني هنا عندنا 9.02 فقط، إنه أنا رفعت الفاصلة في 14. 4 × 2 = 8، 4 × 0 = 0، 4 × 9 هو 36. زين، هسه ننزل 0، 1 × 2 هو 2، 1 × 0 = 0، 1 × 9 = 9. هسه أجمع، 8 + 0 هو 8، وهنا عندنا 0 + 2 هو 2، هنا 6 + 0 = 6، وهنا عندنا 3 + 9 هو 12. زين، هنا أنا أقول يساوي إيش قد، هنا طلع لنا 12 6 28. هنا أنا أحسب كم مرتبة بعد الفاصلة، 1 2 3، فأحسب 1 2 3 وأضع الفاصلة. زين، ناقص هذه الناقص ننزلها. هسه راح أضرب هذه الأعداد، هنا عندنا 8 0 3، طبعا أرفع الفاصلة في 7، 7 × 3 و21، 7 × 0 = 0 و2 = 2. زين، 7 × 8 هو 56. زين، كم مرتبة بعد الفاصلة؟ 1 2 3، فهنا أقول 1 2 3 وأضع الفاصلة، يعني راح يصير هنا عندنا 5.621. زين، هسه راح أطرح، هنا نقول 12.628 ناقص هنا 5.621. زين، 8 - 1 = 7، 2 - 2 = 0، 6 - 6 = 0، هذا البوينت ينزل، 12 - 5 هو 7. إذا الناتج النهائي، هنا عندنا الناتج النهائي 7.7 بالألف، هذا هو الناتج النهائي. صار واضح؟ هنا عندنا نقطة 16، هنا عندنا قسمه وجمع وقسمه، الأولوية المن؟ الأولوية للقسمة، فأخليها بين أقواس. هذه هنا عندنا أولوية للقسمة، فراح أول مرة أقسم بعدين أجمع. زين، هنا عندنا 4.9 تقسيم 0.7، هنا عندنا هذا المقسوم عليه، المقسوم عليه كسر، فما أقدر هنا أقسم، لازم يكون عدد صحيح. بما أنه هذه مرتبة واحدة، فأضربها في عشرة حتى أحرك الفاصلة العشرية، يعني هنا راح يصير 7. هنا من أحرك هنا طبعا راح أضرب في 10، راح أضرب في العفو في 10، أضرب هذا العدد في 10 وأضرب هذا العدد في 10 حتى أحول المقسوم عليه إلى عدد صحيح. زين، هنا عندنا أحرك الفاصلة العشرية، إذا أضرب في 10 أحرك الفاصلة العشرية مرتبة واحدة، فراح يصير هنا عندنا 49، يعني هنا عندنا 49 تقسيم 7 راح يصير، ويساوي 49 تقسيم 7 هو 7. زين، أنزل هذا الزائد. هسه هنا كذلك عندنا المقسوم عليه هو كسر، هنا عندنا مرتبتين، فراح اضرب في ايش قد، راح هنا راح اضرب في 100، هنا راح اضرب في 100، اضرب هذا الكسر وهذا الكسر، فهنا من اضرب في 100 احرك الفاصلة العشرية مرتبتين، فراح يصير هنا عندنا 12. زين، هنا كذلك اضرب في 100 احرك الفاصلة العشرية مرتبتين، هنا عندي مرتبة واحدة فاضيف 0، فايش قد راح يصير هنا، راح يصير هنا عندنا 480، يعني 480 تقسيم 12. صار واضح؟ طبعا هذا احنا اخذناه بالسادس واخذناه بالاول، يعني مر علينا هذه القسمه، قسمه الكسور العشريه، اذا العدد المقسوم عليه اذا كسر هنا لازم احوله الى عدد صحيح، يا اما اضربه في 10 او اضربه في 100 حسب المراتب اللي منطيني اياها هنا. زين، هسه هنا عندنا، هنا العفو
480 تقسيم 12. 480 تقسيم 12 بيها هنا نجد بيها بيها 4. هنا نقول بيها 4 وهذا الصفر ينزل، فهنا راح يصير 7 زائد 40 ويساوي 47 هو الناتج النهائي. صار واضح؟ هذه انتهينا من تمارين تأكد من فهمك، وبالتوفيق إن شاء الله، ومع السلامة.